صباح الخير اومو. انت رؤوف رأفت رمان الدرديري؟ اومو. تعرف منار مصالح عبد النعيم؟ ايوه فندم. خير بس قلقتني. خد امضي هنا. حاضر. منار بعتلك الورد ده؟ كل سنه وانت طيب. استنى هو انت بتشتغل في محل ورد؟ ديليفري يعني؟ وتروح تيجي المعلم يضربك وتاخد بقشيش. يا ريت تشوفني بحاجه. شوفوا حاجات كتير يا رب. هات بس ثانيه واحده. يا رب. ثانيه واحده. بالراحه يا صباح الخير يا رؤوف. ايه مالك؟ مال شكلك مبهدل كده ليه؟ هو انت ديان باي حد غير بالمزيكا والسيمفونيات؟ ايه الورد الجميل ده يعني شويه حاجات كده حب وغرامه ومال. متشكر جدا منور. متشكر يعني. ورد تحفه تحفه. انت الوحيده اللي افتكرت عيد ميلاد يا منور. عظيم. انت مش متخيل سعادتي. بقول لك يا منور، ليه طلب يعني؟ بعد كده ما تحبي تبعتي ورد هاتيه بنفسك يا منار. افهمك بعدين. معلش يا بابا. باي باي عشان المايه هتسقع. بابا منار. باي باي. شوف انت كل شويه هتكلميني يا مليحه. انا عرفت يا مليحه. ايه الفراخ بكام؟ لا بقول لك ايه، هاتي بيض يا مليحه. فين الشاي؟ انا مش قايلك بالصوب بعد الشاي ده حاجه تعرف. ايوه هات اللطيف ده. رخصه. حاضر يا فندم. اتفضل يا حبيبي. اتفضل يا فندم. اسمك راوي يا سيف الدين القاضي؟ لا يا فندم، قاوي دي تبقى تيتا. تيتا؟ اتفضل حضرتك توكيل اهو. اسمك رمان حسين الدرديري؟ لا، رمان ده جده جوز تيتا حضرتك. جده وتيتا؟ اه يا فندم. انزل هنا. حاضر يا فندم. حاضر. وحضرتك ساعدني بس عشان عربيه قديمه. شد يا فندم. شك بس حضرتك مش واخد بالك، انا هشرح حضرتك. تيتا فندم يعني بعد ما انفصلت من جده رجعت المانيا، ان هي اصولها المانيه، عاشت هناك يعني. وبعدين العربيه دي تحفه بتاعه ابراهيم بيع وكاشر مدير مكتب الحكمدار. حضرتك شفت مسلسل ملك فاروق؟ بقول لك ايه، انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي. انت فاهم يعني ولا مش فاهم؟ فاهم يا فندم. مفيش حاجه، انا ماليش دعوه بتاريخ ام العربيه، انا ليا دعوه بالورق. بس انا كمان حضرتك على العربيه كقيمه يعني كانتيك يعني. انت هتزولني انا؟ بتمد لك عليه ليه؟ هو انتوا مش هتبطلوا طريقتكم دي؟ طب مين يالا؟ انا مدون. وانا ناشطه سياسيه. وانا صحفي. وانا وربنا معافهم، وربنا معاف الناس دي. صباح الخير احبائي المستهلكين. اجمل حاجه نتفرج عليها يوم النهارده هي ايه؟ الهامبرجر. لو كل كيلو عليه كيسين كاتشب. ما شاء الله ما شاء الله. ايه البامبرز ده كله؟ يظهر ان النونو اللي عند حضرتك ربنا مسهلها له شويه. انا ما عنديش نونو ومش متجوز اصلا. ده عرض، اشتري خمسه وخد خمسه هديه. اسيبه؟ لا تسيبه ازاي؟ اللي قال الناس اللي قال الناس. حلو مش كده؟ 470 جنيه. ده كارت الفيزا ومعاك كارت بتاعي. هستنى تليفونك. ها؟ تصدق انك قليل ادب فعلا. في ايه يا منار؟ جرايه يا بنت، حد جه جنبك ولا ايه؟ بنت اما بنتك يا سائع يا سمك يا حقير. بتلم لسانك انت يا عمو. ممكن تقول لي في ايه ببياضك الاوفر ده؟ البنت دي بترمي بلاها عليا. بنت مين اللي ترمي بلاها عليك؟ دي مصطفيه احسن منك. معلش حصل خير يا استاذ، حصل خير. معلش استهبل يا مروان، انت بتنفخني ليه؟ اتخانق لو راجل اتخانق. بس اهدى. اهدى انت كذاب وربنا كذاب. معلش اهدى يا استاذ، اهدى. معلش فين المدير؟ انت مالك؟ ايه اللي حشرك؟ انت حامي حمام الموظفين؟ تصدق حضرتك فاجئتني برد فعلك الغريب ده. الزبون دايما على حق، قلت لك ده 100 مره. يا فكري بيه رؤوف ما يقصدش والله. اكرس انت، انت مصيبتك مصيبه. ايه حكايه اعزائي المستهلكين؟ احنا هنا في سوبر ماركت مش نجوم اف ام. اتفضلوا. صرف النظر يا فندم يعني عن الموقف اللي احنا فيه بنتهزق فيه ده،
انا عيد ميلادي النهارده ان شاء الله وياريت تشوفني يعني. جدك رمان عزمني. كل سنه وانت طيب. بالمنظر ده طيب ازاي؟ سامعني انا اللي مجنني بس يا مروان حكايه ان الزبون دايما على حق. خلاص الزبون يجي يلطشني بالقلم وانا اسكت اعمل ايه يا مروان؟ انا بدور على كبرياء الكاشيه. قامه الكاشيه واحد فين؟ ايه ده فعلت الباشا عبد الظابط؟ تمام يا فندم. هات يا ابني الجهاز. قوم ساعتك اتفرج يا سيدي اتفرج. انا ماليش دعوه قوم من العربيه. ده انا. ايوه انا ابي اعمل لك انت فاهم يا فندم. ما تقولش حاجه قول لحد كان العربيه قيمه انتيك يعني. احنا بتعلو الكوبيس اخواتنا. انا هاري سود ومنيل. انت نسيت التعليمات ولا ايه؟ بس يا فندم انا يا دوبك مسكته من كتفه بس. ما تعملش كده تاني يا حضرة الظابط. احنا مش ناقصين يا اما قسما عظما هنقلك بعيد وبعيد قوي كمان. لا بعيد قوي على ايه؟ تحترم ذاتك يا فندم. اتفضل يا باشا. انا ما نقل بعيد ايه؟ هي ناقصه. ولما انت واقع ومدلوق قوي كده هتنجز يا جدع. انجز البنت حلوه مش هتلاقي زيها. يا عم وانا قلت وحشه يا مروان؟ ما انا عارف انها زي امه وما فيهاش حاجه تعيب. بس انا بص افهمني بس انا بفكر قدام. مش ممكن مناضي لما تكبر وتعجز تبقى شبه تيتا يعني؟ لا اله الا الله. يا دي تيتا واثنين تيتا اللي عامله لك ربكه في حياتك. سلام يا منار. ازيك يا بنات منار؟ ايه العربيه دي لسه عايشه؟ هتروح فين دي؟ قصوا قصوا. لحظه معلش معلش اتفضلي. انت لسه ما ركبتش سنتر لوك؟ واحد الراجل قال لي خطا على الموتور. انا مش هبخل على العربيه. انا زهقت بقى من الموضوع ده يا رؤوف. انت محسسني ان تيتا دي مرض لازم تتعالج منه. انت قصدك ما شفتيهاش يا منار؟ ما شفتيش تبيت عينيها يا منار ليه وانا صغير؟ انت هتدمر حياتك كلها لمجرد ذكريات قديمه مريت بيها وانت صغير. انسى اللي فات بقى يا رؤوف. فكر في بكره في مستقبلنا مع بعض. بكره انا وانت نكبر ونعجز ونضحك على اللي احنا بنقوله ده. اوبا منار يا خليل القلب. حازم يا رؤوف. بس بس وربنا الفامل وربنا الفامل. امشي يا انت اهو. بس مساء الخير. مساء النور يا فندم. اولا الحمد لله على سلامه سعادتك وسلامه الهانم. ثانيا انا محرج والله مش عارف اقول لسعادتك ايه يعني بدون تكليف. ممكن اشوف الرخصه او متهيئ للتوكيل ونروح القسم نعمل محضر لان سعادتك دخلت في اللجنه وكنت هتموتنا كلنا. طب ممكن حضرتك يوم تاني لان انا وربنا عيد ميلادي النهارده. يا دفعه تعالوا هنا. اسم سعادتك ايه؟ اسمي رؤوف. عيد ميلاد يا ابني. سنة حلوة يا رؤوف. سنة حلوة يا رؤوف. سنة حلوة يا رؤوف. هابي بيرثداي تو يو. نورتونا يا جماعة. بجيبها من وقت مصدقتي هتلعب شويه. لا انا عايزك تاخد بالك منه يا فكري بيه. لا اطمن يا رمان انا قارص عليه جامد قوي. دي جدته قعدت كاتمه على نفسه ومعيشاه في معتقل لمده 20 سنه. هو انا طلقتها من شويه. هو كمان اخذ مني وقت طويل لحد ما فك كده. ده أخذ إقلام وشلاليت وبنيات تعقد جيل كامل. الله يكون في عونه. ده وقت هديتي. ربنا يخليك يا رمان. هدية إيه بس؟ كفاية عيد الميلاد الفظيع اللي حضرتك عملتهولي. كمان جايب لي ده. ربنا ما يحرمني منك أهو. سلام يا سلام. إيه ده رمان؟ شهادة تقدير لحفيدي لبلوغه سن 40. ربنا يخليك يا امان. خد كمان. ايه ده بقى؟ انا كتبت لك نص الشقه باسمك. ربنا يخليك يا امان. ده كتير قوي يعني. دي حاجه حضرتك وكفايه ان حضرتك ربتني. انا ان شاء الله يعني هدخل جمعيه هي 10 15 سنه وهشتري شقه ان شاء الله. وبعدين ما تفتكرش ان حضرتك بتفوحني. ها انت عارف ان النص الشقه التاني باسم تيتا. انت كده بترميني في النار. وانت هتشوفها فين؟ ما هي عايشه في المانيا. انا عايز اتاكد
ان نص الشقة بقى بتاعك رسمي علشان تتجوز فيها. على فكرة البنت منارة دي زي القمر ومؤدبة، اوعى تضيعها من ايديك. ان شاء الله عمان، ان شاء الله عمان. انا لما اتكلمت في موضوع الجواز بصراحة يعني كنت بتكلم من قلبي، بس فكرت لقيت يعني خليها بعدين، النبي خليها بعدين. ها بطل خوف بقى، مفيش بعدين. ربنا يخليك لي يا عمان، ربنا يخليك. يعني لو كل الجدود والتتهات زي حضرتك والله كنا عشنا سعداء. هقول لك ايه، حبيبة عمان، حبيب حبيبة عمان. انت شفت شيرين دي قبل كده؟ شيرين مين يا جدو؟ سيرين اه سيرين شفتها؟ دي حبيبة قلبي يا جدو، ده انت هتشوف علاقة رومانسية فريدة من نوعها. طب ودي جاية من لبنان تعمل هنا ايه في مصر؟ في مسابقة عاملينها في مصر اسمها مذيع العرب، وفتحوا باب التقديم فيها، انا وهي بكرة هنروح نقدم في مسابقة. مسابقة دي يا شيخ اتنيل، هو انت عارف تبقى مذيع في السوبر ماركت لما تروح مسابقة؟ اوعى الواد ده يكون بيكذب عليك، انا عارفه فشاخ لا 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 لا، انا بحكم خبرتي بالاصوات اقدر اقول لك ان مروان من طبقه الباريتون. الله يخليك. يعني صوته اجش. بقول لك يا امال ما تفوحنا بقى، قوم البس كده وانزل شم شويه هوا، بقالك 12 سنه ما خرجتش بره البيت. لا يا ابني انا هعطل. والنبي والنبي يا عم رسول الله يخليك، هو طياره لبنان لسه ما وصلتش؟ اطمن يا سيدي لسه ما وصلتش، اول ما بتوصل كل المطار بيعرف. اهي طياره لبنان اهي يا باشا. سيرين مروان. اهلا 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 مروان، هيدا بيك كتير مهضوم. لا بي ايه، انا صديق مروان. انا وقوف صديق مروان برضه وجد الاستاذ. احنا هنقف نتكلم كده، شيرين جايه تعبانه من السفر وعايزه تستريح. ايه انا تعبانه عن جد. الف سلامه. يلا هات الشنط. حاضر حاضر يا ابن المحظوظة مروان، هات الشنط هات الشنط. اسمع انه مصر كتير حلوة، عبالي زور مصر زاوية زاوية. انا تخصص زوايا. انا هفرجك عليها حتة حتة، بس في الاول تقبلي بقى عزومتي على مطعم، في مطعم لبناني اكله تحفة. رمانة يعني، ما اقول انا جاي على مصر لطعميني اكل لبناني، بدي اكل اكل مصري. على رأيك هو في اجدع من مصري؟ الشعر الابيض بحقيقة كله وقار ورجوله كتير حلو. ده انا مولود بيه. اوه يا وفا، ايه بتشوف جدك يا عم؟ الراجل ده زودها قوي. ايه ده انت غيران؟ غيران من جدي يا هبل؟ هيعمل ايه ده؟ بيكتب اسمه بين راجعين. فافش كده فافش فافش. كيف طيب الاكل؟ مفيش اطيب منك انت، خدي من ايدي دي. رمانه رمانه ما بقى فيا اكل، اشبع اتكل على امي. صحتين. يا اوف ايه انت بتسقف؟ ما تشوف حالة جدك هيعلق البنت مني واحنا قاعدين كده اطباق سلطه على الترابيزه. هو انا ده غلبان؟ تيتك قوهته في صنف الحليب، مستقطع ليه؟ بس شويه وبعدك بتتاكل اكل. اوف يا عمان، الدلع عمان، وانت حوجيكوا يا عمان، تعالى حوجيكوا يا عمان. سيرين هتوحشيني قوي الليله دي، انا هسلم عليك دلوقتي وهوصلك بكره المطار. والله العظيم لا اشوفك بكره. اهو رمانه راح اشتاق لك كتير. والله يا انا شايف ان مفيش داعي لحكايه الفنادق دي والكلام ده. انت ممكن تباتي في اوضه رؤوف ورؤوف ينام عند مروان. لا لا ده كده كتير قوي. حياتي رمانه ما في داعي، انا بنام بالاوتيل وبكره بشوفك. اوكي اوكي باي. يلا يا عمان، يلا يا عمان، ده انت خابطها خابطها. يلا يا عمان روح. يلا على فين؟ على البيت. لا روح ده ايه بقى؟ اسمعوا، اكل المطاعم الهاي كلاس ده ما يمشيش معايا، انا لسه جعان. ايه رايكم لو نضرب سمين؟ السلام عليكم. السلام عليكم. ايه ماله الجرى ده؟ فيه ايه؟ لا مفيش، بيت صاحبته واحد علقها منه. امال ساتر،
ايه الاخلاق دي؟ اخلاق سفله ومان سفله. صاحب وكان عشان يقولوا ودي. مش عارف ليه مبسوط قوي النهارده. انا عارف يا امان. قصدك ايه يا ولد؟ انت عارف وانا عارف يا امان. اسمع يا رؤوف، انا عاوزك تروح تقابل منار بكره وتقول لها تحدد لنا ميعاد علشان نروح نزورهم في البيت. بكره بكره؟ ليه الاستعجال يا جدع؟ يا اخي سيبني اكل وانا مبسوط. الف هنا وشفا، الف هنا وشفا. بق الحلو فين؟ بق الحلو فين؟ لا الف هنا وشفا. لا ايه؟ خلاص خش قوي. كفايه كده. مش هقدر ادخل لقمه ثاني بقي. انت ليه دايما بتهرب من موضوع الجواز؟ انا عارف انك بتحبها وهي كمان بتحبك، يبقى لزوم وين عجل؟ خلاص اللي تشوفه امال. لا لازم القرار يكون من جواك انت. مفيش حاجه اسمها اللي انا اشوفه، اللي انت تشوفه. ايه الهيام ده كله امال؟ انت ما عشتش المشاعر دي قبل كده ولا ايه؟ قصدك ايه يا ولد؟ ده انا كنت حبيب من الطراز الاول. الطراز الاول وتتجوز تيتا امان؟ انا هقول لك كلام يمكن اول مره تسمعه مني يا رؤوف. عايزك تبقى شخص تاني خالص، تواجه، تقتحم، تقاوم. يا ابني ما تبقاش انسان جبان وضعيف. انت خلاص هتتجوز وتخلف وتبقى قدوه لاولادك. الدنيا حلوه يا رؤوف، جميلة، عشها، استمتع بيها، وما تخافش من أي حاجة أبدا. ومان صدق الله العظيم. هو جده مات إزاي؟ فجأة موان، بعد ما سبتنا قدام الفندق فجأة. مش قادر. قال لي انا عايز اكل سمين، خدته ضربنا سمين عند الضهر شويه، وقال لي نفسي في رز بلبن، خدته ضربنا رز بلبن شويه، وقال لي عايز اكل فلوكه في النيل. اتاريه كان بيودع مصر كلها وانا مش واخد بالي، وقف على الفلوكه واخد انبساط، وفجاه هوب هوب. ايه؟ مات مات يعني. هوب ايه؟ ما انت واقف في العزا بتاعه. شد حيلك. هوب ايه؟ شد على الله يا سمين، شد على الله. هو المرحوم مات ازاي يا بيه؟ دي الحكاية بقت سخيفة أوي، مش درجة سلمان بقى. معلش معلش. أبدا يا سيدي. قال لي عايز آكل سمين، خدته عند واحد ضربنا سمين. بعد كده قال لي عايز آكل رز بلبن، وديته كان رز بلبن. وبعد كده قال لي عايز آكل فلوكة في النيل، أتاريه كان بيودع مصر وأنا مش واخد بالي. خش يا سلمان، خش يا سلمان بقى. أهلا يا ريس. ربنا يخليك يا ريس، ده شرف كبير قوي لينا يا ريس. لا ما تقولش كده يا رؤوف، شد حيلك يا ابني، شد حيلك. هو المرحوم مات ازاي؟ أعمل إيه دلوقتي؟ يعني أعمل أنفد نفسي من الشغل. مؤاخذة مولانا، سوري معلش، أنا آسف أنا آسف. يا جماعة المرحوم مات ازاي؟ شامبو وخد صابونه هديه. نجوى نجوى، عودي مكان، عودي مكان، دقيقه واحده بس. شكه قوي منو، انا عايزك تاخدي لي ميعاد مع اخوك في البيت. ها عايز اجي ازوركوا بجد؟ بس انت جدك لسه متوفى. ما انا عارف الله يرحمه، بس تاكدي ان دي اكتر حاجه هتسعده في توبته. قلت يا ابني اهو ماشي. سوري مش هقدر اكمل معاكوا عشان دي مش مكانتي، انا اسف. سوري سوري. يا عيني ليلى ليلى عيني ليلى ليلى عيني. هاتشي يا علي. يلا موان. على مهلك. جميلة
يا اهلا وسهلا يا شواد، نورت الورشه غاليه. ما تلاقوش، ما فيهاش حاجه، سليمه ان شاء الله. لا حضرتك فاهم غلط، احنا هنركن بس 10 دقايق. تركن بس؟ طب شيلوا القرف ده من هنا عشان ده محل اكل عيش. لما تتكلم عدل يا جدع، انت في ايه؟ الله، هو كل واحد عنده حته حق صغير خايف عليه ومش عايز حد يركن قدامه؟ طب مش هنشيل، مش هنشيل، مش هنشيل، عادي بقى. وختام النادي يا ابراهيم. انت بتعمل، انت معايا اسود، يا هاي اسود. ما تكبرش، هنطلع البلد ده. انا بصلح بس. لا مش للدرجات دي، فامسك موال. لعلمك مش حلو انا بتعمله ده عشان انت في منطقتك، يعني مش موجوله. وكلمه تانية، هفرد الحزام. تفرد الحزام؟ ايوه. همشيل القرف ده من هنا يا، شيل القرف ده من هنا. ده انت مستهيفنا بقى يا. اه مستهيف. ايه المفاجاه دي؟ وهتتضرب ويتعلم عليك كمان. ليك شوف حاجه يا؟ لا يا باشمهندس، مالناش شوف حاجه. عشان انا بكلم الاستاذ، انت ايه اللي دخلك؟ تسال كبير المنطقه ايه اللي دخلك؟ هو معاه حق. لما انت تتكلم وانا واقف يبقى لازمتي ايه؟ الراجل بيسال ايه دخلك؟ احنا فين من كده ولا ايه؟ اقف في كده كمان. وكده كمان ليه العنف ده يا استاذ؟ انتوا جايين لمين يالا؟ مش فاهم مين اسمها ايه؟ منار. منار جايين لمنار. منار مين يا؟ انت ما فيش العرق كلها على منار اختك يا ايما. يا نهار اسود. معلش اصل هيما اخويا كبير الحته، مفيش لا شرده ولا ورده بتعدي من تحت مناخيره. خش انت بيت دلوقتي. طب عشان كلكوا شيش. خش جوه بيت. وانت بقى لمؤاخذه يعني ظروفك يا زميلي؟ الحمد لله الحمد لله. ظروفك ايه؟ ظروفي انا وقوف وقفه طمان. الحمد لله موظف في السوبر ماركت، وباخد 1000 جنيه في الشهر. وبناخد حوافز كل 4 شهور، يعني اكيد مناو موصله المعلومه دي حضرتك.